مرحبا أصدقائي، مرحبا متابعين دكتور يامن. أنا وعدتكم إن شاء الله كل كم يوم أطلع لكم حلقة خاصة بأسماءكم، وصلتنا عن صفحتي وعن صفحة دكتور يامن 1800 اسم، واختارينا اليوم 50 اسم راح نقدمه لكم. طبعا أكيد اختارينا من شتى الدول، كل اسم ما قدرت أني أجاوب حقيقة على كل شيء. أكثر العالم كاتبت لي بصورة عامة، يعني صحة وسفر ودراسة وولادة وزواج، لا أنا كل شيء اختاريت من عنده شيء. أكثر الناس كاتبت لي وخصوصا يعني أريد كل شيء أسأل، بس خصوصا أكدي لي على الزواج أو خصوصا، فأني ركزت على هاي الشغلة. فلكل شخص جاوبته سؤال واحد حتى الكل ما يزعلون من عندنا والكل نطلع أسماءهم. طبعا بالبداية الرسالة الوحيدة على الخاص ما جاوبت، لأنه يعني ماكو داعي على الخاص واحد يدخل في صفحتين، أربع صفحات يعني يوتيوب دكتور يامن وصفحة فيس دكتور يامن، صفحة فيس آني أكيد. فإحنا يعني نتواصل مع الأغلبية ونتواصل مع الكل، بس الأقدم يعني الأولوية للأقدم. وصلتني رسالة وجذبت نظري حقيقة، راح أبدي بيها. رسالة من إسراء، إسراء الحافظ، تقول الرسالة: أني إنسانة أحب التحدي، وأني أتحداك بأنه تعرفين أني كم مرة متزوجة، وإذا عرفتي أني كم مرة متزوجة راح أعتبرك من النبوءة أو من الأولياء. يا حبيبتي أني أولا مو من النبوءة ولا الأولياء، مو أنتي تحددين. يسعدني طبعا تواصلك، بس أني لا نبوءة ولا أنبياء. أني انتصار الدليمي وأفتخر بنفسي، ومثل ما تحبين التحدي أني من تحب التحدي. واسمك كان آخر رسالة يعني قبل ما نفتح البرنامج ونبلش، فأني أخذت هذه الرسالة وجاوبت عليها. و الرسالة طبعا هي تواصلت معي بعدين على الخاص وقالت لي حقيقة، وأني راح تريد تدخل هي بورا البرنامج، راح تتعلق هي اللي قلتها أني كلها صح. إسراء تقول، إسراء طبعا ما تحب تعلن اسمها، فرمزنا لاسمها، حللنا بعد تحليل إلى تحويل أبجد هوز إلى أرقام، صار اسمها رقم 354، اسمها واسم أمها، يعني ما في داعي واحد يفضح عن كل شيء أسراره. فأسراء 354 احنا قلنا هي من سوريا جبلة، موالي 92، وتقول أني أتحداك إذا تعرفين كم مرة من الزوجة. طبعا أسراء موالي 92، حفاظا على السرية قلنا 354 اسمها، متزوجة خمس مرات عقد محكمة نظامي، ومرتبطة عقد خارجي ثلاث مرات، ما أعرف شو تسموه يعني بسوريا عقد خارجي، أكيد عقد خارجي ثلاث مرات يعني مجموعهم ثمانية. وحبيت أني، وهذا كله مدة هذا الزواج خلال سنتين وشهر، وحبيت أني أضيف لها الشيء الإسراء بأن الزيادة لهذا التحدي بأنه أحد الأشخاص المرتبطة بيهم هو اسمه معن والثاني زين. وشكرا لتواصلك يا إسراء. نبلش بالأسماء. سعيد ابن مناس من مصر 76 يسأل عن ثروته ضاعت، يقول هل من رجوع لهذه الثروة؟ عندك بال 2025 شهر السادس تقدر ترجع جزء من عدها، وإن شاء الله حظ سعيد يا سعيد. رولا بنت هنا 89 سوريا تسأل عن الحمل والولادة. والله يا رولا اسمك ما في أي علة يخليكي عدم يعني ما تقدرين الحمل يصير عندك صعب أو عدم ولادة إنجاب، اسمك ما في أي مشكلة، يا ريت باعته اسم زوجك ونشوف العلة. علياء بنت آمنة 94 مريضة بالكانسر، تريد فترة تبدأ بها كيمياوي أو علاج، الفترة جيدة للبدء العلاج بشهر الـ11 يوم 7/11. صدقيني يا علياء إذا تبلشين يوم 7/11 راح تكون فترة إيجابية جدا رائعة للعلاج. محمد ابن صفاء من السودان يسأل عن أصيب بأطراف الشلل من 6 أشهر، بأطراف السفلية بشلل صار له 6 أشهر، يقول شنو السبب؟ ما حد عرف الأطباء. أنا أقول لك السبب هو تراجع المريخ
عندك المريخ وزحل، المريخ وزحل موجودين يوم الثلاثاء عندك ساعة ولادتك، فهذا كل ما يقترن الزحل والمريخ اقترانات تصير آلام عندك أو ثقل برجلك، مو شلل هذا ثقل، بس أنت حاول تبلش علاج بشهر الثاني من 2025 راح تشوف علاج بفائدة وتتحسن حالتك هي بشهر الثاني إن شاء الله. أروى من ألمانيا، أروى بن سمية، تسأل عن الخطوبة، تقول أنا مرتين أو ثلاث مرات خطبت وفسخت. يا أروى اختاري الأسماء اللي تبدأ بحروف النارية اللي هي الأليف والهاء والشين والميم والطاء والذال، أو اختاري الأرقام الفردية بالنسبة للأيام. نور بنت هناء 77 سوريا تسأل عن السفر، يقول أريد فرصة مناسبة للسفر، عندك بشهر الثامن 2025 سفر فرصة جدا رائعة. أما بشرة بنت بناء 99 الأردن تسأل فترة أو وقت مناسب لعملية تجميل، عملية تجميل، فأنا أقول لك بالأيام الفردية يعني 13/11 أو 21/11 أو 27/11 أو 29/11 فترة جدا رائعة بالنسبة للعملية. نور بنت هالة 2000 تونس، 2000 من تونس يعني مواليدها، تسأل تقول جسمي أصابعي أو جسمي أو أطرافي تقول يصير عندي ورم كل 13 يوم، جسمي ينتفخ وجسمي يورم، ورحت للأطباء وسويت تحاليل وما طلع بيا شيء. يا غاليتي كنا مو بس انتي يوم 13 يوم، كل 15 يوم نشوف ورم بجسمنا، هذا مو ورم، هذا انتفاخ أو زيادة بالمد والجزر، مد السوائل. يعني كنا نعرف يوم 13 و14 و15 بالشهر الهجري يصير اكتمال القمر، راح يصير امتداد مد وجزر للقمر، مو بس للقمر، في سوائل جسمنا راح تمد يعني تنمد بعدين تنجزر تنكمش بنهاية 16، يعني نهاية يوم 16. فهذا مو مرض، مو حالة مرضية، لا يعني لا تخافين ولا تتأثرين، كنا نصير هذا الشيء وإن شاء الله حظ سعيد يا هالة. عندنا راما بنت ماجي 2000 سوريا تسأل عن الدراسة، عندك عطارد وعندك المريخ، يعني يراد لك عجلة مع الزمن حتى تواكبين الحظ الدراسي. كرم ابن صوفيا 98 العراق يقول صارت عندي عملية نصب وراحت كل فلوسي وحاليا متوقف آني بالسجن، شو أسوي؟ عندك الفرج يكون يوم 13-12 عندك طاقة الفرج، لأن عندك عطارد والزهرة، يعني أي محكمة تقدمها يوم 13-12 راح تصير لك وراح أكيد راح تطلع من عندها. أما المبلغ المالي راح يرجع لك الربع من عنده. أكنان بنت إيمان السعودية 95 تسأل عن الزواج، عندك فرصة مناسبة، يعني ما نقول قوية بس يعني مناسبة بشهر الثاني من 2025، وإن شاء الله يا أكنان مو كنان تتزوجين ويصير عندك أولاد. عندك لولا بنت سمرة 2001 ليبيا تقول كل حياتي فشل، لأنه هنا بالتحليل الفلكي عندك المريخ ساعة الولادة متراجع، أنت تقولين 9 الصبح أنا جاية، عندك هنا اقتران الشمس مع المريخ وبحالة تراجع، فأكيد يصير عندك فشل. فلهذا إحنا ما نخلي الإنسان يظل والله شنو أنا عندي ساعات الولادة المريخ أو أنا عندي ساعات الولادة زحل بالدراسة فنخليه يفشل والله شنو عنده هاي الكواكب، لا، هنا الحل هو قراءة سورة الحديد كل يوم أربعاء. عندنا جمانة بنت سعدة 82 لبنان تقول عملت 3 مرات عملية برأسي وما عم صح، شو اللي عندك ما قايلت لي، بس أنا أقول اترك العمليات، عندك تعاقس أرقام وحروف، السنوات الفردية يصير عندك دائما تابعيها، السنوات الفردية دائما يصير عندك أمراض وشكون فيك ذاك المرض وما أعرف شنو، بس تركيه خليه للطبيعة الطيبين، صدقيني ما عندك شيء في، بس السنوات الفردية عندك بيها مرض يصير، يعني مو مرض هو تمارض أنا أعتبره، ما عندك شيء بالحالات الفلكية، يعني بالساعة الولادة بيت خصوصا بيت العمل وبيت الصحة ما عندك، عندك كوكبين حلوين هو عطارد والزهرة، فما عندك، أنا أعتبر أنت متمارضة. إيفان بتحنان مصر 2006
تقول تراجع بكل شيء من الصغر. عندك النون نونين، نون إيفان ونون حنان، وعندك 6 وعندك 8 بتاريخ ميلادك، هذا يسبب تراجع. 6 دائما رقم التذبذبات، يعني 6 هو الماء. شوف الماء ايش قد يتذبذب، انت مرة حالة بخارية يصير، مرة غاز، مرة ثلج، مرة شنو حار، مرة سخن، فالماء دائما متذبذب. فانت عندك حالات من التذبذب، يعني انت مع هذا عندك كوكب زحل يتراجع، هنا عندك وقف حال بالنون وتراجع زحل. فاحنا شو نسوي؟ لازم نقول حرف النون، حرف النون الطاقي هو 50، كرري يوميا نون نون نون، شوفي الامل اللي يصير عندك وشوفي الطاقه اللي تجيش من حرف النون. عندنا ايمان بنت اريج 23/7، الام بالمعده متكرره، وعملت عدة مرات عملية ناظور، وتقول ماكو شيء عندي، يعني ما يطلع شيء عندي. عندك أنت هنا 7 مرات بنكرر 7، إذا حالة سلبية أو حالة وسواسية بالمرض، يعني 3 و5 من تتكرر بالاسم وبالتاريخ راح تصير عملية وسواس. كرري حرف الشين 300 مرة يوم الثلاثاء، وراح تتصلين بيها وتقولين طاقتي تغيرت. عندنا رنا بالسوسن الجزائر تقول الحالة المادية جدا ضعيفة، وما عندي عمل، كل ما أشتغل أنطرد من العمل أو حتى صاحب العمل يسكر عمله. حقيقة يعني ماكو شيء، لا بالأبجد هوز مقلق ولا بتاريخ الميلاد. أنا أقول عندك حالة تكاسل أو يعني حالة يأس. هنا السين متكرر عند أمك مرتين، ما راح يضغط على الوالدة، راح يضغط عليك، فعندك حالة يأس بالسين، فلا اجتهدي، ما عندك شيء مخيف. بان بنت غادة 63 الأردن عن الصحة العامة، يا بان انتبهي من أسفل ظهرك وخاصة بشهر 1 و12، وتريد موعد العملية جراحية بالنسبة للتجميل، ما أفضل بالشهرين اللي جايين، بالسنة الجديدة عندك أيام حلوة، يعني ما عندك شيء مخيف بالعمليات الجراحية بالسنة الجاية. ودائما من نسمع الجوزاء أو القمر مقترن بالزهرة بالجوزاء، هاي عمليات أيام حلوة بصورة عامة، كنا أيام حلوة لعمليات التجميل. رعد بن أفراح 79 الكويت يسأل عن الزواج، لديك ارتباط وطلاق، أنت ما قلت لي شنو. يا رعد، لديك ارتباط وزواج 3 مرات، مرتين ترتبط وتفسخ زواج نظامي وتفسخ، بس عندك الثالثة ثابتة ب 2025 شهر 8 راح يكون عندك بيت وزواج ومرأة واعتقد ولد. بشهر 12 من 2025 راح تكون انت اب، يعني عندك ولد حتى لو مرتك حامل. محمد ابن عائشة السعودية 88/15 يسأل عن موعد العملية، طبعا أنا أغلبيتها اختاريتها المرض لأنه حرام يعني نترك هيك رسالة. موعد العملية يوم 16/11 ويوم 19/11 ويوم 2/12 جيدين، بس يوم 11/11 ابتعد عن هذا الموعد يكون سيء. جمال ابن ريا 88 سلطنة عمان يقول كل ما اشتري سيارة تحترق، يقول أنا مشتري يعني بهاي السنوات الأخيرة 8 سيارات، كل ما أشتري سيارة تحترق، وش ما يكون موديلها وش ما يكون لونها. أكيد، لأنه هنا عندنا المريخ، ويوم المريخ هو يوم الثلاثاء، الكوكب الحاكم على يوم الثلاثاء هو المريخ، كوكب النار المريخ وكوكب القوة وكوكب النار. أنت دا تشتري سيارتك يا أما يوم 3 الشهر أو يوم الثلاثاء، اثنيناتهم يحكمهم المريخ، وأرقامك فردية بيوم الولادة، فأنت انتبه من هذا الشيء. المريخ متواجد عندك ساعة الولادة راح يسبب لك تدمير بسيارة أو حرق بالسيارة، يعني ممكن إذا ما تحترق تصدم سيارتك. لا تشتري سيارة يوم 3 الشهر أو شهر 3 أو يوم 3 لتقليل طاقة النار وطاقة الحديد. أرقام، ولو كنت أنت تخدم جيش وكنت خدمك يعني كان بحرب، يعني عسكري بحرب، راح تنصاب أنت
بنار، الله يبعدك ونجاك. أرقام بنت نهلة، حلو اسمها أرقام، أنا مولعة بالأرقام. أرقام بنت نهلة 99 من العراق، تقول أكثر من 5 مرات أرتبط وأفسخ. هنا أنا جاوبتك ما عندك أي اختلاف بالأرقام ولا بالحروف ولا بالفلك، يعني هنا لو نجي بيت الأرقام، بيت العفو يا أرقام، بيت العاطفة أو بيت الارتباط أو بيت الشراكة، عندك الزهرة، يعني الزهرة كوكب السعد، يعني ما عندك شيء. إذا هنا يا أما أنت عندك اختيار خاطئ أو عندك العجلة بالموضوع، اتكلي واختاري من جديد. رهف بنت هديل 2004 لبنان، تقول فشل عندي بالدراسة. طبعا عندك تراجع زحل ساعة الولادة، يعني انت تقولين انا جاية 7 من حللت بالفلك عند 7 المساء بفلان 2024 بهذا اليوم اللي رادته انت، عندك تراجع بزحل. زحل هو المعلم الصارم وكوكب السرعة، ما يحب التراجع، فانت اكيد هو كان بيت الدراسة عندك، يعني بيت السابع بيت الدراسة المسؤول عن الدراسة، فأكيد يصير عندك فشل بالدراسة. اجتهدي عليك الاتكال والبدء بكل عمل دراسي، إذا يعني إذا أخذتي مدرس أو قدمتي على شيء عليك بدء بيوم الأربعاء. يوم الأربعاء يوم عطارد، يعني يوم الازدهار بالدراسة أو بالعلم. أصيل بنت فائزة 2001 سوريا، تريد موعد جراحة العملية التجميلية، عندك 1 و5 و13 من شهر 12، 1 5 و13 من شهر 12. رامي ابن هناء سوريا جبلة، يقول أرقام الحظ، عندك 7 و9 أرقام رائعة للحظ، خصوصا إذا تسحب بها أوراق يا نصيب، ورقة يا نصيب. عندك عندنا رافدة بنت سميرة 97 الكويت، رافد عفوا ابن سميرة 97 الكويت، أنا قلت رافدة رافد، يقول أني عندي ذهب أريد أحوله إلى فلو، إذا دولارات أو فلوس أو عقار، شو تنصحيني؟ لا طبعا عقار، أني من أول السنة أحكي أقول اشتروا عقار، العقار راح يصير دبل، اشتروا عقار، اشتروا تربة حتى لو أرض زراعية، أي شيء يتعلق بالتربة راح يطلع، حتى الزراعة راح تطلع. يعني أنا أنصح كل البلدان يزرعون قمح، راح يصير شيء مو طبيعي، فأني أنصحك بتحويل إلى عقار. عندنا إنجي بنت ماري بنت فرنسا 2004، تقول أي الدول أني أفضل بالاستقرار، يعني أبويا بمنطقة وأهلي بمنطقة وزوجي يطلبني بمنطقة، أي دولة أني أستقر بها أقدر؟ أكيد الدول النارية اللي تبدأ بحرف الألف، الألف والميم والهاء والفاء، هاي الدول اللي أكثر إليك إذا كانت دول عربية أو أوروبية. عندنا علياء بنت رجاء 79 الكويت، تسأل عن موعد عملية جراحية وهل تنصحين بالعملية؟ طبعا انت ما قايلت لي شنو العملية، الموعد العملية اذا اريد ان انصحك هو 12/12 و18/12 و28/12، بس بعد الدراسة طلعت هي عملية قص معدة، انا ما انصح بها. انت تريدين تسوين عملية قص معدة، انت ما قلتي لي، بس انا لا افضل قص المعدة لان بها امراض القنقري 100%، يعني ويا الزمن طول المعدة أو قص المعدة. عندنا سعد بن وهيبة 68 فلسطين، يسأل عن الصحة العامة ويقول أنا جدا متعب. طبعا هنا السين عندك مع الواو، عندك تعب 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 بالحالة المادية وتعب بالحالة الجسدية، وعندك يكون نقص بالمغنيسيوم، روح حلل نقص المغنيسيوم راح تحشي وياي. أنا أعتبرها مو حالة مرضية، هو تعب الحروف، يعني ما إلى حل هذا، كثر من المغنيسيوم. روان ابن خالدة 88 المغرب، الزواج، لديك ارتباط وفسخ 2011، مرتبط مرتين ب 2011، مرتبط مرتين وفاسخ، يعني مرة زواج ومرة طلاق، زواج وطلاق ومرة خطبة ب 2011، ولديك ارتباط ب 2025 يا روان. عندنا علي ابن هند 96 العراق، يسأل عن السفر، لديك فرصة رائعة للسفر بشهر 5/12/2024 ولديك 2025 شهر 3. يا العراق شوين رايحين؟ شو عندكم؟ ما أعرف.
ليش واحد يترك بلده؟ أنا تاركة بلدي الشغل، بس أنتوا ليش؟ عندنا خضر ابن دارين 82 لبنان يسأل عن العمل والمال. العمل هو نفسه بالمال، أنت من تعمل يجيك مال، يعني ماكو واحد قاعد وربك ينزل له بالكيس مصاري، لا اتعب واشقى يجيك. فعندك العمل، لديك فرصة للعمل بعقد بشهر 4 خارج بلدك. يا خضر خارج بلدك راح تطلع، وأنا برأيي وافق عليه لرجايك بي حلو، يعني راح يكون. وأنت على ما أظن يا خضر ابن دارين أنت صائغ، فأنت جايك عقد برا البلد، أنت ما قلت لي شنو شغلك بس أنت صائغ. يوسف ابن هاجر لبنان يسأل، هذا هنا شوية يعني نتعاطف معه، أنا يعني كثير ركزت باسمه. يوسف ابن هاجر من لبنان يسأل يوسف عن ابنه قصي ابن منى. قصي مواليد 2012، هذا الشخص قصي اختفى ب 2024 شهر السابع، يعني قبل 3 شهور. فأني كثير حقيقة كثير أني بحثت عن قعدت طلبت اسم أمه وطلبت يعني اسم الأب و قصت كثير يعني. يا يوسف ابنك موجود حي يرزق بس فاقد الوعي، يعني قصدي فاقد الذاكرة مو فاقد الوعي. ابنك موجود وبداخل لبنان، قصي ابن منى موجود وبداخل لبنان، وإن شاء الله يرجع لكم بالسلامة يا ربي. أماني ابن رجاء بنت أماني بنت رجاء 87 سوريا تسأل عن شراء بيت. عندك فرصة مناسبة بشهر 6 من 2025 بشهر 12، فرصة جيدة لشراء بيت. جورج ابن سوسن 88 سوريا يسأل عن المال، يقول المال جدا قليل. أوكي المال جدا قليل، أكثر جورج أدنى يلتجئ إلى العمل الفني أو عمل الحلاقة. العمل الفني بصورة عامة يعني حلاقة رجالية نسائية بالفن، بس أنت يا جورج أنت بعيد عن العمل الهوائي، الفن هو عمل هوائي. إلجأ إلى عمل التراب وشوف رزقتك، اشتغل بالتراب وشوف رزقتك. إذا كان يعني صاحب عقار تبيع وتشتري أو تزرع أرض، أي شيء بالتراب، أي شيء عمل يتعلق بالتراب أنت رزقتك عندك رزق هائل من عنده. مريم بنت نوال 95 تسأل عن ليبيا، تسأل عن الزواج، يقول أنا متزوجة من حاتم ابن نهاد ومولد 94، هل يصير عندي طلاق؟ يعني ليش ما أعرف هذا السؤال، يعني هي قلبها حاس ما أعرف. أي مع الأسف أنك فسخ عقد بشهر 3 من 2025، يعني أنا أقول أحسن ما تطين طاقة سلبية إليك وتفكرين بهذا الشيء، لا صحح الموضوع، خلونا طويلين بال، خلينا نطول بال. هذا كل اللي عندنا، إن شاء الله نتواصل معاكم، دزوا أسماءكم، بعثوا أسماءكم على صفحة دكتور يامن وعلى الفيسبوك انتصار أو يامن، وإن شاء الله كل الرسائل إحنا راح تكون نقدمها حتى لو تأخرنا عليكم، بس الأولوية للأقدم. كنت معاكم دكتور انتصار طاقة فلك.